السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناة إجريك تي في زاد. كالعادة إخواني وأخواتي، اليوم عدنا لكم أخبار الجزائر. اليوم نقولهم لكم بالعربية الفصحى. بصح قبل ما نبدأ هذا الفيديو، ما تنسوش تعيشوا تضغطون على زر الإعجاب. هذا اللايك راه يدعمنا بزاف باش نقدم لكم دايما أخبار الجزائر وكل يوم يجيكم في الوقت. شكرا على دعمكم. في الأخبار لدينا بورويل يقول أن موقف الاتحاد الأوروبي إزاء الصحراء الغربية معروف ولم يتغير. في الأخبار أيضا وفي باريس، شركاء إسبانيا الأوروبيين يتهافتون على الجزائر. أيضا في الأخبار وبالنسبة لإيطاليا، الجزائر هي الحل. في الأخبار أيضا، فرنسا تراقب الأزمة من مسافة مدروسة. هذه هي أبرز عناوين أخبار الجزائر اليوم، لذا ابقوا معنا حتى الآخر أعزائي المشاهدين لكي تطلعوا على كل تفاصيل هذه الأخبار. في الخبر الأول، بورويل يقول أن موقف الاتحاد الأوروبي إزاء الصحراء الغربية معروف ولم يتغير، حيث قال جوزيب بورويل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن موقف الاتحاد إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية معروف ولم يتغير، مؤكدا دعمه لجهود متابعة العملية السياسية في المنطقة. وشدد بورويل في معرض إجابته على سؤال للبرلمان الأوروبي على دعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا لمتابعة العملية السياسية التي تهدف للتوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية. وقال المسؤول الأوروبي أن حل قضية الصحراء الغربية يجب أن يستند إلى حل وسط وفقا لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة. كما ذكر بوريل أن الاتحاد الأوروبي على اتصال منتظم مع المبعوث الشخصي، وهو على استعداد لدعم جهوده لإعادة إطلاق عملية التفاوض. ما رأيكم في هذا الموضوع أعزائي المشاهدين؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. في الخبر الآخر، شركاء إسبانيا الأوروبيين يتهافتون على الجزائر، حيث في 20 جوان من عام 2022 يسعى كبار الاتحاد الأوروبيين على غرار إيطاليا وألمانيا وبدرجة أقل فرنسا استغلال فرصة توتر العلاقات بين الجزائر وإسبانيا ليحلوا محل مدريد كشريك استراتيجي في مجال تزويد الغاز. جاء هذا في تقرير لصحيفة إل بايس الإسبانية بعنوان الشركاء المتنافسون الأوروبيون لسد الفجوة التي خلفتها الأزمة بين إسبانيا والجزائر. ففي الوقت الذي تحاول فيه دول أوروبا تحرير نفسها من الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة، فإن الجزائر هي البديل الأقرب. لكن الأزمة بين الجزائر ومدريد عقب تحول موقف هذه الأخيرة إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية أحدثت فجوة كبيرة يستعد العديد من الشركاء المنافسين الأوروبيين لتعويض إسبانيا في سوق الطاقة لسدها، تقول الصحيفة. ما رأيكم في هذا الموضوع أيضا أعزائي المشاهدين؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. أيضا بالنسبة لإيطاليا، الجزائر هي الحل. ومن بين هذه الدول الشركة والمنافسة في آن ما عند إسبانيا، ذكر التقرير إيطاليا التي تعتبر زبون الجزائر الرئيسي في مجال الغاز، ولكن روما تسعى مع ذلك جاهدة لتقليل اعتمادها على روسيا التي توفر نحو 40% من احتياجاتها السنوية. وعلى الرغم من أنها توصلت إلى اتفاقية مع دول أخرى على غرار الكونغو الديمقراطية وقطر وأنغولا، إلى أن الحل الجزائري هو الحل الأكثر جدوى وسرعة وفعالية. تؤكد إل بايس أو جريدة إل بايس هذه الحقيقة، مشيرة إلى اللبنة التحتية المتوفرة في الجزائر لنقل إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي نحو أوروبا. فما رأيكم في هذا الخبر أعزائي المشاهدين؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. في الخبر الآخر، فرنسا تراقب الأزمة من مسافة مدروسة. كما ذكر تقرير إل بايس، فرنسا وقال أنها تراقب الأزمة بين إسبانيا والجزائر من مسافة مدروسة، فقد تجنبت باريس الانحياز إلى أي طرف في العلن،
واكتفت بالتعبير عن رغبتها في أن تحل مدريد والجزائر خلافاتهما من خلال الحوار. كما تحدثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كورونا يوم الاثنين الماضي هاتفيا مع نظيرها الجزائري رمطان العمامرة، وتناول الطرفان في حديثهما الأزمة مع إسبانيا حسب البايس. وفقا لبيان للخارجية الفرنسية، فقد شددت الوزيرة كولونا على تمسك فرنسا العميق بعلاقاتها الجيدة مع شركائها المستوسطين وجيرانها على ضفة الجنوب البحر. فما رأيكم في هذا الموضوع أيضا أعزائي المشاهدين؟ أخبرونا لكم في التعليقات. أخيرا في الأخبار وبالفيديو، رفع علم الصحراويين داخل البرلمان الإسباني احتجاجا على خطوة شانسيز، حيث ويوم 22 مارس 2022 رفع نواب في البرلمان الإسباني أعلام الصحراء الغربية احتجاجا على دعم رئيس الحكومة بيدرو شانسيز للطرح المغربي بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. وحسب ما نقله التلفزيون الحكومي في إسبانيا مساء الثلاثاء، فقد قام نواب يونايتد ويكان في مجلس الشيوخ برفع رايات الجمهورية الصحراوية ولافتات تحمل عبارات الحرية للصحراء الغربية. وقالت صوفيا كاستانيون إحدى أعضاء المجموعة البرلمانية الاشتراكية: أريد أن أعبر لكم عن التزامي الراسخ لمجموعتنا مع الصحراء الغربية، لأنها مسألة مسؤولية تاريخية وتماسك وذاكرة. كما ختمت المتحدثة كلمتها باقتباس من كلمة لشاعر صحراوي يكتب بالإسبانية يقول فيها: أخبركم أن الأرض ليست لهم، قال لهم أن الشعب الموجود ليس لهم، وأخبرهم أن الحجارة يجب أن تكون بالمجانة. تابعوا معي هذا الفيديو وأخبرونا لكم في التعليقات. ما رأيكم أعزائي المشاهدين؟ أخبرونا لكم في التعليقات. إخواني وأخواتي، هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الفيديو. نشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، وسنلتقي مجددا في فيديو آخر مع أخبار أخرى. إلى اللقاء.